السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاطئ ميرامار يعرف أيضا بشاطئ المركز، هو شاطئ يقع بمدينة محمدية المغربية. شاطئ ميرامار شاطئ رملي يسمى أيضا شاطئ المركز. البلد المغرب، الجماعة المحمدية، العمالة المحمدية، امتداد المياه المحيط الأطلسي. المساحة الجغرافية مساحة 35 هكتار، طول الرأس 2003 متر، عرض الرأس 295 متر، ارتفاع مستوى البحر 3 متر. المحمدية جهة حدا المنصورية بن يخلف ودوار الشريف. بالنسبة للموقع، يقع هذا الشاطئ في الجامعة الحضرية المحمدية بعمارة المحمدية جهة الدار البيضاء سطات بين نداء الميناء البترولي المحمدي وشاطئ مانيسما. السياحة، بالنسبة للسياحة يشهد هذا المخ الشاطئ خلال الفترة الصيفية رواجا كبيرا، حيث يعد متنفسا لساكنة المدينة المحمدية. إضافة إلى ساكنة الدار البيضاء التي تفضل التنقل من أجل الاستجمام بهذا الشاطئ، عرف هذا الشاطئ رواجا تجاريا كبيرا. كما يعرف الشاطئ ممارسة مجموعة من الرياضات الشاطئية أهمها القوارب الشراعية، تهيئة يتوفر الشاطئ على كورنيش طويل يضم عددا كبيرا من المقاهي والأنشطة التجارية والخدمات، إضافة إلى فندق مصنف. سنة 2021 تم الإعلان عن مشروع تهيئة كورنيش شاطئ، حيث تم المشروع في أشغال هدم الكورنيش القديم وتعويضه بكورنيش جديد يتوفر على مدرجات وخدمات متنوعة. شهد شاطئ ميرامار تشييد بعض الولايات والوديات السكنية قرب شاطئ، واثار موجة سخط بين المرتبطين بشاطئ المدينة والمجتمع المدني بسبب عدم احترام هذه البدايات للمساواة القانونية بينها وبين الشاطئ، وتسببها في تدمير الكتلة الرمونية للشاطئ والإخلال بتوازنه. بالنسبة للبيئة، توجه انتقادات كبيرة من طرف المجتمع المدني المسؤولين عن سير الشباب المحلي بسبب تلوث المياه ورمال ميرامار بالغبار الأسود ومخلفات السفن البترولية وتصريف المياه العادمة. كما أكدت بعض الدراسات الأكاديمية حدوث تحول في الميزانية الرسمية لرمال هذا الشاطئ في علاقته بالدينامية العامة لساحل المحمدية.
Thank you.